انت طبعا فاكر انت كنت واقف فين؟ احنا فصلنا ورجعنا تاني يعني. تقريبا عند تاريخ ميلاد المرتبط بيه. كان كام بقى؟ بصراحة أنا يعني أفضل إن هو يكون إيه موضوع خاص شوية، ما أحبش أروح بيه طب. لأن أنا مرتبط بكام واحد. طب أنت نفس مرتبط بكام واحد؟ لا أنت باين عليك دنجوان مش قوي يعني، بس يعني مثلا في واحدة فيهم مساء العسل ومساء الخير ومساء الفل، واتنين برضو من صحابي وحبايبي يعني حبوا إن هم يشاركونا النهاردة أبراج مختلفة. الأستاذ حسام برج القوس، أهلا بكم. بس كده محمد طبعا، وانا برج القوس طبعا من اجمل الابراج طبعا. لازم نعيش بالعروس. والاستاذ احمد بقى مصور وحاجه يعني تفتح النفس كده بقى، برج العذراء. برج العذراء مش حلو. 6-9. فانا هتوجه بالسؤال لبرج القوس اللي هو حابب. اتفضل. وهو تحسه ان هو مستعجل على السؤال. طبعا هو برج القوس كده يا دكتور، يعني مش محتاج يعني. هو نفسه يتسال، هو عايز اي حد يسال على طول. هو بيحب. فانا هسالك، هل انت شايف نفسك ان انت متسرع؟ بصراحه بجد والله متسرع في الحب، متسرع في كل حاجه. اللي انت يعني ومشكلتي بقى ممكن اخد قرار وبعد ساعه الغي واخد قرار تاني، وبعد نص ساعه الغي واخد قرار تاني. فعلا مشكلتي في كده. والله بالله مشكلتي في كده يعني. حتى استاذ احمد بيعاني من الموضوع ده معايا، بس عادي يعني. دي مشكلتي في كده. انت اللي انت مرتبط بيها ممكن تقول. انت فاكر انت كنت واقف فين؟ احنا فصلنا ورجعنا تاني يعني. تقريبا عند تاريخ ميلاد المرتبط بيه. كان كام بقى؟ بصراحه انا يعني افضل ان هو يكون ايه الموضوع خاص شويه، ما احبش اروح بيه لان انا مرتبط بكام واحد. طب انت نفس مرتبط بكام واحد؟ لا انت باين عليك دنجوان مش قوي يعني، بس يعني مثلا في واحده فيهم في مواليد شهر 2 14/2، وفي واحده فيهم مواليد 7/9. 7/7 وخلاص. لا 7/9. 7/9. بس انت باين عليك برضو يعني. بس غلبان ولا حاجه؟ والله مرتبط انا غلبان بصراحه. انت نظره عينك دباحه، واخد بالك انت؟ ما انا واخد بالك. صقر بيبص، شوف بيبص في الكاميرا عامل ازاي. بص البصه في الكاميرا يعني. يخش بقى الاستاذ احمد. استاذ احمد اكيد مرتبط ومستقر والدنيا تمام طبعا. انت اكتر صفه تحبها في اللي انت مرتبط بيها بشكل عام؟ اكيد طبعا صفه اللي بتعرف تطبخ مثلا، دي صفه مهمه. انا قلت لكم الابراج الترابيه كلها بتعز الاكل. طور جدي عزرا، انا عامل اخر حلقه، عامل اخر حلقه وقايل اسهل طريق لقلب الراجل معدته. مش انا كنت عامل حلقه بعنوان اهو الراجل ده متجوز؟ لا طب انا هقول لك على حاجه. سالته من غير قطع كلامك، سالته اكتر حاجه بتشدك ايه؟ اللي تكون بتعرف تعمل اكل عجول. تخيل بقى انت مروح البيت مخنوق، عايز تتخانق، عايز تعمل اي حاجه، عايز تعمل مشكله، تقلك حلو. روحت بقى لقيت مشويات، لقيت اكل مثلا، انت فاهم؟ انت هتاكل، انت هتداري على المشكله بحيث ان انت هتاكل بس، انت عايز تاكل. حتى لو انت نفسك تعمل مشكله هتداري على المشكله طبعا. انت برضو بتعز طبعا. بص من هوايتي المفضله يعني الاكل اللي هو ايه المدمس. لا مش المدمس، مثلا صينيه بطاطس تاني. انت برضو صينيه بطاطس بحبها صراحه. البيتزا ده الحرمان اللي انت فيه. لا بص هو مش لا البيتزا والكفته والكباب دول والسمك. السمك بقى على فكره الاستاذ حسام شيف كبير قوي، شيف بيتزا على فكره، وشيف مشويات وشيف سمك. اي استشاره يعني؟ بس حد يسأل سؤال صعب ما اعرفوش. لا انا دوقت مره من عمايل كده حاجه يعني. كانت هي المره والله، كانت هي المره حاجه يعني ما شاء الله يعني. هو بس انا عايز اقول لك حاجه يعني. حسام بيقول لك انا بحب البطاطس باللحم. لا بالفراخ. بالفراخ ماشي. انا بحب اللحمه باي حاجه يعني. هو اللي بيقول لك البطاطس باللحم. لا انا احب اللحمه بالبسله، اللحمه بالبطاطس، ما البطاطس اللحمه بالبطاطس مش البطاطس باللحمه. انت فاهم يعني؟ انت بتجيب الحاجه الحلوه الاول. انت فاهم؟ فاللحمه بالبطاطس، الفراخ بالبطاطس، اي حاجه في البطاطس. يعني كان عبد السلام بيقول اي حاجه فيها لحمه المره اللي فاتت، والاستاذ احمد بيقول اي حاجه فيها بطاطس. تمام. بس اللي عايزين نتفق عليه ان الرجاله بتعز الاكل طبعا. وكل ما تكون دي نصيحه عامه، انت وانت بتعرفي تعملي اكل حلو، كل ما تكوني بترشقي في قلب الرجل وبتقعدي مع بعض. طبعا. ولو انت ايه بالذي بس هو جاي جعان من بره ومفيش اكل حلو هينكد عليك. يعني كنا عملنا حلقه قبل كده عن اكتر ابراج بتحب الاكل، وكان القوس ما شاء الله جه في القمه يعني. ابراج بتحش ايه يا عم؟ طبعا بحب الاكل النظيف والاكل السريع،
والاكل خفيف اه بحبها بس احبها وانا جعان يعني اه افضل بحبها لا احبها مش يا دكتور محمد عايز نخش في موضوع تاني اللي هو يعني اللي هو تعدد الزوجات انا نفسي في الموضوع ده جدا تخيلك مراتك هتشوف هو الفيديو ما تبصش بقى الحته دي هو طبعا بيهزر انا هنزله وهو بيهزر ده يعني تعدد الزوجات ده بيقلل من حاجات كتير انت فاهم انت انا مثلا واحد من الناس نفسي في واحده طويله وفي نفس الوقت واحده قصيره يعني انت ينفع تاكل لحمه بس ما انت اكيد عايز سمك والله والله هو بيتكلم بلسان كل الرجال انت فاهم معلش انت فعلا فعلا انت واخد بالك الراجل ده بيجيب من الاخر ماشي فانت عندك مثلا انا بحب الواحده المحترمه براحتك ما يهمكش واحده محترمه واحده عطلانه الثانيه شغاله معلش انت واخد بالك انت مخنوق من واحده هتقعد عند التاني شويه انت واخد بالك بقول لك واحده عطلانه الثانيه شغاله انا دايما بقول يعني على فكره لما يتجوز عليك دي ميزه ليك طبعا ما انتش مكسله تعملي اكل هيروح لها هي تعمل ايه مش عايزه تقعدي مع نفسك شويه هيخف عنك يا دكتور محمد هقول لك على حاجه كمان هقول لك حاجه يعني احنا ممكن اوافق ان مثلا ممكن الاولانيه تاخد تشرط عليا ان المعامله مش هتتغير هي المعامله هتبقى احسن من الاول طبعا. انت هيبقى مزاجك رايق يا عم ومع انت فاهم يعني بس انت رايك في المثل اللي يقول لك القديمه تحلى دايما القديمه تحلى الاولى والله انا ما جربتش الله اعلم في الموضوع بس نفسك تجرب هو طبعا بيهزر محدش يزعل محدش يزعل خش بقى على برج القوس الاكول اكتر برج بتحبه ترتبط بيه يعني او نفسك ترتبط بيه نفسي ارتبط برج الدلو اشمعنى بقى لان هو في توافق بين الدلو والقوس انا متسرع جدا ماشي الدلو بحس ان هو هادي مش متسرع قوي زي يعني فيقدر يحتويني فيقدر يحتويني يقدر مثلا ان هو ما يتعصبش مني ما يملش مني بسرعه وانا برضه ما يملش مني اتغديت ولا لسه اتغديت الحمد لله بقى بس كمان شويه هاكل كمان انا باكل 4 مرات 5 6 مرات في اليوم وبعدين علاقه الدب ده فالدلو يعني اهم حاجه هيحتويني تمام يعني هيقدر ان هو ايه انما قوس مع قوس مش هينفعه تحب الهلسه اللي تتقل عليه تتجاهلك شويه ولا ما عندكش صبر لا ما عنديش صبر لو تجاهلت عليها ساعه اسف اعملها بلوك على طول قلنا برج القوس ايه ساعه اعملها بلوك العذراء بقى لازم حته برضو احلى حاجه في الحب عذابه انا بتكلم بلسان مشكله برضو طبعا حته التول في البدايه تجننك طبعا تعذبك عشان تعرفه لما بنتكلم عن الابراج اهو بجيب لكم من ارض الواقع ابراج مختلفه تتكلم عن نفسها القوس ممكن يقول لها مع السلامه لو تقلت عليه ساعتين لو بعت لها مسج وما ردتش بلوك على طول طب يا دكتور محمد انت تنصح ببرج ايه كمان ليك انت لو عايزين كمان برج او اتنين لو عايز انت مصمم تعمل لنفسك مشكله انت انا مش عارف انا عمال بسوي وراك بس انت حر قدام الجوز يا جماعه بقى 6 شهور لسه مش عارف عايز اغير ليه نفسي اعرف خلوا بيقولوا الرجاله عينها فرخ لا انت عندك العذراء يتوافق مع برج الثور ويتوافق مع برج الجدي حلو قوي على فكره ويتوافق برضو بعدهم يعني نقدر نقول عندك برج العقرب الاثنين كده فيهم حته لا عندي برج العقرب الحمد لله عايزين نشوف طب يا عم انت برج العقرب او ليه يعني انت عايز تغير وخلاص وعايز اجرب برج تاني عايز تزود وخلاص تارك برج القوس عنده انثى برج القوس مش مشكله ما هو بس انا جربتها وهي حلوه ايه رايك جربت كمان لا جرب الارتباط بيها يعني جرب ان هو يرتبط ما فيش حاجه اسمها جربتها جربت جرب ان هو يعني ايه يرتبط بيها وهو نايل الدنيا اوعوا تحاسبوا حد على تلقائيه بص يا عم الحاجات دي يا عم الناس دي تلقائيه اوعوا حد يحاسبهم على كلامهم يعني كانت قاعده ما انت الحاجات دي يا دكتور هتفضحني كانت قاعده كده يعني ايه الراجل هيطلع قاعده لذيذه انا قاعد مع 2 برضو من الناس العزيزه عليا وما انكم طلبتوا في المره الاخيره ان انتوا تشوفوا اصدقاء تانية ليا حاولت ان احنا برضو نكون تلقائيين طبعا بنهزر محدش فاهم محمد بالنسبه للفيديو قرب يخلص بس فضل. طبعا اللي احنا مستنينا كويس صح طبعا. مش ده طبعا تمثيل انت اكيد طبعا ايوه طبعا شوف لازم يلحق نفسه بقى مش هيبات الليله في البيت لو ما لحقش نفسه لازم لا كان بيمثل وبيهزر ونوع من انواع اللي بيمثل ده بيقول اللي نفسه يعمل ده اللي بداخله خلاص خليك محضر خير يا عم الحاج
راجل عايز يتجوز هو ده حقه يا جدعان. احنا هنقفل عشان هو ناوي ان هو يدربك ويزود في الكلام. عايز بس يا دكتور محمد قبل ما تقفل بس. لا هو الجواز طبعا حلو انت فاهمه، وطبعا لو لفت الدنيا طبعا انت فاهم. عايز بس احمد، انا سالت جد في الموضوع ده قلت له اتجوز ولا ما اتجوزش؟ قال لي ابني في الحالتين هتندم. خلي بالك يعني. لا بصراحة يعني انت، انا سني كام؟ انا سني 25 لسه. اه داخل على 25 ومتجوز من فترة برضه، فاتجوز بدري حالي. واخد بالك؟ مش حاسس ان انت اتخطفت؟ بشوية شوية مش كتير يعني. لو طولت شوية عن كده هيقول بناوي. سامحني